الكريبي بن جابر المري وفيكم مع هذه الانطلاقة. شكرا الوليد. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، ما زالت الانطلاقات متواصلة والفعاليات مستمرة على أرضية ميدان الشحانية بسلسلة أشواط سن اللقاية، وهذا الملتقى الأخوي للأشواط العامة، شعارات أبناء القبائل، أبناء دولي مجلس التعاون. مرحبا بجميع الحاضرين والمشاركين والمتواجدين على أرضية ميدان الشحانية، وعبر منافسات وتحديات رياضة الآباء والأجداد، سباقات الهجن العربية الأصيلة. لنبدأ مشاهدينا الكرام مع المركز الأول، وبالنداء أولا لنتابع ند على المركز الأول. راشد بن حمد بن راشد البويض المري يقدم لنا ند مع القيادة لمجريات هذا الشوط. المركز الثاني الفائز سالم بن حمد بن سالم بن حذفه، من يقدم لنا بالنقدان شعاره الحاضر على المركز الثاني. المركز الثالث التقدم من قبل الجزيرة، محمد بن محمد بن سعيد النابت المري. ومن الجانب الأيمن نتابع مستحيل لعلي بن سالم بن جابر الجربوع المري مع الجانب الأيمن مع المركز الرابع. تسلل هذا الشعار إلى المركز الثالث. المركز الرابع أتابع القدوم من قبل الشانية، سالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله. والمركز الخامس التواجد من قبل مشاهدين الأعزاء، القدوم والحضور للجزيرة، محمد بن محمد بن سعيد النابت المري. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى الحاضرة في مسيرة وتحديات شوطنا المندفع، شوطنا العشرون بتعداد أشواط هذه الفترة الصباحية. إلى البداية نعود لنستعد لنعيد على مسامعكم النداء الثاني للأسماء الخمسة المراكز المتقدمة لنتابع ند على المركز الأول. هذه هي ند القائدة لمجريات هذا الشوط، المتحكمة بزمام المركز الأول بشعار راشد بن حمد بن راشد البويض المري. المركز الثاني الله يا القادمة، عالية 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 عالية، تبحث عن مرتبة العلو، تبحث عن المرتبة العالية ليتقدم شعار محمد بن وليد بن محمد بن إبراهيم السيد. المركز الثالث التقدم لجبارة راشد بن محمد بن عبد الله الزقيبة. المركز الرابع شوف اللي وصلت بهذه اللحظات، وتقدمت ضمانة سالم بن حمد بن محمد بن سعيد بوصلعة المري مع المركز الرابع. المركز الخامس واحد والله واحد، الفائزة القادمة بشعار سالم بن حمد بن سالم الهدفة بالنقدام مع المركز الخامس. ومع ختام النداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى، الأسماء بالمغرب من بعضها البعض، هنالك كتلة من الشعارات قادمة خلف الأسماء المذاعة، كتلة وسيل جارف، سيل جارف من اللقاية. هذا هو اللقاء الأخوي الكبير، هذا هو اللقاء حينما تلتحم الشعارات وتحضر كل الأسماء ليكون للمنافسة لذة وطعم جميل مع تحديات هذه الأسماء. الأمور بدأت تتغير بهذه اللحظات ليبدأ العبور مع المركز الأول من قبل ضمانة، من افتتحت مجريات الكيلومتر الأخير سالم بن محمد بن سعيد بوصلعة. يقدم لنا ضمانة بتحديات المركز الأول. المركز الثاني الفائز لسالم بن حمد بن سالم بن هدفة بالنقدان. المركز الثالث شوفوا شوفوا شوفوا، خط واحد أربعة أسماء لكن عالية يا أخوان، عالية عالية على المرتبة العالية، على المركز العالي مع المركز الالي، مع المركز الاول والعالي بمستواه، مع تقدم وانطلاقة شعار محمد بن وليد بن محمد بن ابراهيم السيد. المركز الثاني الوصول مشاهدينا الكرام من قبل حضور رهف لفهد بن ماجد القحطاني. والمركز الله فدوة 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 سعيد بن عبد الهادي الشواني مع تحديات شعاره، لكن شوفوا القادم هذه اللحظات، الوصول من الجازي محمد بن قميص بن عويضة المراخي، أهالي روضة راشد غادمين غادمين لا محالة إلى اختطاف المركز الأول. هذه من الأسماء التي كانت خلف النداء
قادمة بتحدياته بانطلاقتها مع المركز الأول، لكن الهادي وليد السيد خادم. اللحظات الحاسمة، اللحظات الحاسمة، الله، الناموس حاير طاير، حاير طاير ما بين الأسماء. القحطاني، القحطاني، القحطاني خادم في اللحظات النهائية، لكن فدوة الشواني. اللحظات الحاسمة، السلام لرهف، رهف خاطفة الناموس والمتوج بهذه الانطلاقة. التاني والتبريكات لفهد بن ماجد بن محمد القحطاني، من تكتك لهذا الشوط واختطف ناموسه. التاني والتبريكات. المركز الثاني كان الوصول من قبل فدوى سعيد بن عبد الهادي الشوال. المركز الثالث وصلت معنا مشاهدينا الكرام بهذه المسيرة عالية لمحمد بن وليد السيد. المركز الرابع كان الوصول للجازي محمد بن خميس بن عويض المريخي. المركز الخامس الفائز لسالب بن حمد بن سالب بن هدفة. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، اذا مشاهدينا الكرام توقيت بطلة هذا الشوط في هذه المسيرة ست دقائق 22:46 الجزء الثاني. الثاني والتبريكات نزف ولي مالك رهف فهد بن ماجد بن محمد السحيم القحطاني. المركز الثاني كان الوصول من قبل فدوى توقيت الزمن 6:23:04 الجزء الثانية. التهاني والتبريك على سعيد بن عبد الهادي الشوال. المركز الثالث كان الوصول من قبل عالية من كانت غابة غوسين بطلة هذا الشوط 6:23:40 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لمحمد بن وليد بن محمد بن إبراهيم السيد من خطف ناموسي هذا الشوط.